بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم عزيزي مشجع برشلونه الكئيب اللي زي حلقتي كده. اهلا وسهلا بيك. بعد خساره امام مانشستر يونايتد، برشلونه بيخسر من الميريا علشان مانشستر يونايتد يخلينا نودع اليوروبا ليج، والميريا يخلينا نفقد فرصه تعزيز الصداره اللي هو احنا عايدنا عين ريال مدريد تعادل قدام اتلتيكو مدريد بقى 1-1، واحنا خلاص بقى الليجا دي بتاعتنا يا ارض تهدي مين عليك يا ادي، علشان نتفاجئ ان احنا رحنا خسرنا قدام ارميريا، وخسرنا قدام ارميريا بماتش الاداء بتاعنا ما كانش يتشاف اصلا، اللي هو برشلونه عمل ماتش قدام ارميريا ما يتشافش، لا ما يتشافش يا اسطى، ده اخر ما يتقال عنه هو ماتش ما يتشافش بالنسبه لبرشلونه. مستوى سيء، مستوى سيء. والمشكله ايه؟ ان احنا بنتصدم اللي هو يا نص الملعب من غير بدري مالت، اللي هو يا جدع نص الملعب من غير بدري فاقد اصلا للتواصل الهجومي، اللي هو باشا الناس دي ممكن تفضل تدور الكره شمال ويمين وبالعرض والورا، بس فكره ان هم يطلعوا قدام لا يا معلم، انت هتسيب فرانكي سي وهتسيب فرانكي ديونج، هم الاثنين لا مؤاخذه يعني يحاولوا يخترقوا، انما حته ان فرانكي سي وفرانكي ديونج هم اللي يقدروا يربطوا خط النص وخط الدفاع، لا والله ما بيمشيش الكلام ده، هم الاثنين مش كواليتي بدري. فاحنا اتصدمنا بقى بالحته دي، ده غير كمان العظميتو اللي تشافي عملها امبارح، سيرجيو روبرتو وجافي. يا ماما سيرجيو روبرتو كان باك يمين للامانه، وايريك جارسيا كمان، يعني ايريك جارسيا وسيرجيو روبرتو في خط دفاع واحد، اللي هو عايزين تشافي لقد قضيت على شكلنا الدفاعي، لكن برضه لما بتقعد تهاجم تشافي انت كمشجع برشلونه قديم عارف كويس مفيش حد قرر يضرب الفرقه، يعني مفيش حد كان عايز يمسك الفرقه غير تشافي. والله العظيم بجد، ما احنا فوتنا مدربين زي هانز فليك، وهانز فليك قال لك لا انا ملتزم مع منتخب المانيا، وفوت ايريك تين هاج، ايريك تين هاج قال لك ما معكش فلوس ولا معاك لعيبه تخلي المشروع بتاعي ينجح عندك. فقصه ان احنا بنتكلم على تشافي دي، احنا بنعاتب في تشافي بعض التغييرات، وبنعاتب في تشافي ان تشافي ما بيعرفش يغير، وبنعاتب في تشافي ان تشافي احيانا بيعمل حاجات مريبه وغريبه، وبيكون كل همها ان انا بحط لعيبه اسبان جوه الملعب ومحدش فاهم موجودين ليه، حاجه كده زي فيران توريس امبارح، الراجل ده بيبدا اساسي ليه اصلا؟ مفيش حد فاهم اي حاجه، يعني فيران توريس وانسو فاتي وليفاندوسكي في المستوى المتراجع ليه ده؟ كان خط هجوم بسم الله ما شاء الله سيء، اللي هو انت عندك نص ملعب فاقد اصلا للتواصل الهجومي، وان هو يقدر ياخد الكره من نص الملعب يحطها قدام، وعندك اصلا خط هجوم ضايع لوحده، اللي هو يا فيران توريس كان عامل ضحك امبارح. بس انا من الحاجات اللي كانت غريبه بالنسبه لي حته ان انت مثلا نزلت لنا لعيب زي بابلو، يعني انت نزلت لنا لعيب زي بابلو، اعتقد ان احنا كنا بنطالب بهذا البابلو من فتره، يعني كنا بنقول لك يا باشا عندك مشكله في غياب جافي ادينا بابلو، اما في بابلو وفي بابلو جافي، معلش يعني احنا اصل احنا بسم الله ما شاء الله يعني دلوقتي بنعمل حاجات كلها شبه بعض، بابلو ده عيل صغير اللي احنا لسه جايبينه، والولد ده ما خدش فرصه كبيره في نص الملعب، لكن لما نزل امبارح كان شكله كويس، مش عارف بابلو ولا هيطلع مين، لان انا بصراحه اول ما فتحت اللايف وجيت اتكلم عليه نسيت اسمه، اللي هو عظميته يا اسطى، اللي هو حاجه كده فليسكت الضحك. بس بصراحه هو عمل ماتش محترم في الوقت القصير اللي هو خده، وده يخليك تسال هو ليه يا جماعه في لعيبه زي سيرجيو روبرتو بتاخد ماتشات على انها خبرات، وفي لعيبه ثانيه ما بتاخدش ماتشات. شوف يا جدع اللي احنا بنتكلم فيه ده حته، وحته انك تقعد بالدي لجوردي البا دي حته ثانيه خالص، اللي هو يابا مين المنفذ الهجومي الوحيد اللي كان موجود عندك في ماتش يونايتد؟ بالدي. وايه اللي حصل؟ قعدت ركه ماتش الميريا، اللي هو شافي انا عمال اقول لك انا عارف ان انت الوحيد اللي بيجي تشتغل في النادي، بس مش لدرجه انك تجيب لي سكر وضغط، يابا انا فعلا مكفين، انا فعلا مكفيني حضرتك، فقصه ان انت تحط لي لعيب زي جوردي البا على بالدي ليه؟ ليه يا معلم كده؟ ليه؟ انت فاهم ان دول الخبرات يعني لما الفرقه تقع هيرجعوها تاني؟ مش عايز اقول لك والله ان بوسكيتس وجوردي البا بيلقحونا لبعض، مره واحد فيهم يبقى سيء ومره واحد يبقى مستواه عالي، مره واحد يشيل الفرقه ومره واحد يشيل الفرقه. هو ماشيين معانا كده، انما سيرجيو روبرتو ده مفيش امل فيه خالص، فهم دول الخبرات اللي عندنا حضرتك، خبرات محدش فاهمها اصلا. فمباراة امبارح كانت مباراة من العته الكروي الغريب جدا، اللي انت كمشجع برشلونه لسه ما خرجتش من اطار الدوري الاوروبي، فطبيعي اللعيبه ما تخرجش من دوري من الدوري الاوروبي للامانه، فطبيعي اللعيبه ما خرجتش من الاجواء، ولا احنا كمان كجمهور خرجنا من الاجواء. فللاسف رحنا للفريق الميريا اللي بيعرف يلعب على ملعبه وسط جمهوره، وخدنا على عننا هناك. هارد لك لمشجعين برشلونه زي حالاتي، بس كانت مباراه غريبه شويه. بس لو انت بتشجع برشلونه فاعلم عزيزي فيسكا بارسا دايما وابدا بنكسب بنخسر بناخد بطولات ما بناخدش بطولات، النادي هيفلس لو ما خدش بطولات السنه دي لان الوضع الاقتصادي سيء، فعلنا رفعات اقتصاديه وما ناخدش بطولات، احنا مكملين لحد ما نشوف النادي ده رايح بينا لفين حضرتك.